حياتي في صحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على باقي الوسائل اللي ممكن يحمي بها الانسان الذات ديالو من السرطان، خاصه مع تقدم العمر. فالمزيد من الاطمئنان، فان قابليه الاصابه بالسرطان كتخضع واحد الاسلوب ديال التفاعل ديال واحد مجموعه ديال الجينات في الجسم ديال الانسان، وبالتالي ممكن اننا نحطوا واحد الوسائل واليات للوقايه وللحد من ظهور هذا الامر ديال السرطانات في الازمنه المتقدمه من حياه الانسان. وبالتالي هذا الامر هذا بمعنى انه كيتطلب واحد ترتيبات واستعدادات اوليه لما كيكون الانسان مازال صغير في العمر ديالو. وافضل وسائل للدفاع واللي ممكن ان الانسان ياخذها كوسيله للمحافظه ذات ديالو مستقبلا، وهي المضادات ديال التاكسد. فحتى عند ظهور علامات ما قبل الاصابه بالمرض او المعاناه منه، فعليا اكل ديال مضادات الاكسده كتخلق فرص للنجاه من هذا المرض. ومن اهم وسائل مقاومه الاصابه بالمرض تناول كما قلنا الأغذية المناسبة وتناول الكثير من مضادات الأكسدة مع الامتناع عن التدخين. فالأهم هو الحفاظ على الخلايا من الإصابة الشديدة، لأن ذلك كيضطر الجينات اللي كتعرف بالجينات ديال الأورام أنها تبدأ في العملية ديالها وتظهر المشاكل ديالها وتبدأ كتكثر، وكيصعب بعد ذلك الإيقاف ديال العمل ديالها، لأن ذلك